تلميذة متفوقة حصل على ثاني أعلى معدل صعيد المؤسسة. إذا تلميذة مكررة بتهمة الغش سنة كاملة من شهر 9 وحنا كان بريباريو مادة رياضية بعدا بالخصوص كنت كنزيد فيها الدعم، يعني تاويل شي واحد باغي ينقل راه ما غاديش يزيد الدعم في واحد المادة ويبقى يضرب فيها تمارة في الآخر غيمشي ينقل. كنتظر الميزة ما كنتظرش النجاح، النجاح كان بالنسبة لي شي حاجة مضمونة. كنت ديجا دافع عن بزاف ديال المدارس، كنتظر غير الميزه ديالي باش نشوف راسي واش غنتقبل فيهم ولا لا. والله العظيم الا واقع مرير فاش كتشوف راسك خدمتي 12 سنه وانت كتخدم باش تحصل على هذا الاستحقاق الوطني وفي الاخر غادي تتهموك بواحد الحاجه اللي انت طيله حياتك كترفضها اللي هي الغش. بغيت غير يعاودوا لي الورقه ديالي بتصحيح، لان الورقه ديالي لو تعادت بتصحيح غادي ناخذ الحق ديالي، متاكده مليون في المية. يعني اللهم راتراباج ولا انهم يخليوني نعاود عام كامل بشي حاجه اللي انا ما عندي حتى شي علاقه بها. ما عمرهم سولوني واش نجحتي، يسولوني شحال جبتي، يعني سميره شحال جبتي، واش جبتي زعما الميزه ديالك واش كذا. السلام عليكم، الاسم كامل سميره الهواري، تلميذه سنه ثانيه بكالوريا مسلك العلوم الفيزيائيه بالثانويه التاهيليه مولاي علي الشريف بمنطقه موغا الكبيره. تعرضت للضم تصحيح اثناء تصحيح الماده الرياضيات امتحان الوطني الدورة العادية 2022. تلميذة متفوقة حصل على ثاني أعلى معدل صعيد المؤسسة اللي كيتقدر 18.28 ومعدل 15.20 في الامتحان الجهوي. إذا تلميذة مكررة بتهمة الغش، وهذا أكثر حاجة ما كتحس في النفس، ماشي هي فاش كندخل للمسار وكنلقى مكررة ما كتحرقنيش قد ما كتحرقني ديك الجملة ديال مكررة بتهمة الغش. دوزت الامتحان الجهوي عفوا الوطني في أحسن ظروف، ما كان حتى شي مشكل نهائيا، دوزتو اصلا في المقعد الاول، دوزتو في الثانويه ديالنا، كلشي داز بخير، كلشي داز على ما يرام. حتى الفتره اللي كيتعنى فيها على النتائج عاد كنتفاجئ انني مكرره، والتهمه هي انني غشيت، وباش غشيت عما بالتسريبات، هادشي اللي كيتهموني به. اجتاز الامتحان الوطني في المؤسسه ديالنا في المقعد الاول، دوزنا الامتحان الوطني في احسن ظروف، حرصوا عليا جوج اساتذه، ما كان حتى شي مشكل نهائيا، حتى من التليفون ما ديتوش تفاديا لاي مشكل، لان في استدعاء ديال الامتحان كان زعما ممنوع تحضر التليفون، ماشي ضروري زعما باش تنقل، المهم ما تحضروش ما تجيبوش نهائيا، ما ديتش انا التليفون تفاديا لاي مشكل. دوزنا الامتحان الوطني في احسن ظروف، ما كان حتى شي مشكل، حرصوا عليا جوج اساتذه، ما كان حتى شي مشكل نهائيا. دوزت الامتحان الوطني واللي كنت كنوجد له هذه سنة كاملة من شهر 9 وحنا كنبريباريو مادة رياضية بعدا بالخصوص كنت كنزيد فيها الدعم، يعني تاويل شي واحد باغي ينقل راه ما غاديش يزيد الدعم في واحد المادة ويبقى يضرب فيها تمارة في الاخر غيمشي ينقل. زائد انا واحد الميدام متفوقة في هاد المادة هادي، زعما ما محتاجاش لذاك الغش اللي كيتهموني به ولا داك التسريبات باش انني نوصل لواحد النتيجة. اون بليس ما عمري خديت الغش كوسيله باش انني ننجح، بالعكس كنت دائما كنخدم بجداره وباستحقاق، وهادشي بشهاده جميع الاساتذه وبشهاده الاستاذ الرياضيه ديالي سي محمد بن سالم والاستاذ ديال الدعم استاذ عدنان اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر هذا، وبشهاده جميع الاساتذه اللي قريت عندهم، حتى الاساتذه ديال الاعدادي فاش سمعوا الخبر كاملين بيهم اتصلوا بيا وكاملين بيهم بقاو صراحه كيقولوا لي ان مستحيل تلميذه بحالك تغش. بقيت كنتسنى انا النتيجه ديال الامتحان الوطني فارغ الصبر، كنتظر الميزه ما كنتظرش النجاح، النجاح كان بالنسبه لي شي حاجه مضمونه. نهار الخميس بلي بداو كيتعلنوا على النتائج، ديك ليله كامله ما نعشتش كنتسنى النتيجه بفارغ الصبر. كنت ديجا دافع عن بزاف ديال المدارس، كنتظر غير الميزه ديالي باش نشوف راسي واش غنتقبل فيهم ولا لا. حتى كنتفاجئ انني مكرره بتهمه الغش. في الاول ملي دخلت للسيت بقيت لقيت واحد الجمله اسمك ليس ضمن قائمه الناجحين، ديك الجمله في الاول ما عطيتها حتى شي اهتمام، بانت لي جمله عاديه، قلت ربما يكون شي مشكل في الموقع او شي حاجه. ولكن من بعد بعد محاولات ودخلوا اساتذه اخرين حتى هما كيشوفوا معايا لقاو نفس المشكل، صافي عرفت لا غدا مشينا للمركز قسم الامتحانات وقلت له زعما راه النتائج البكالوريا ما كيطلعوا له شي، قال لي راك مكرره والتهمه هي انك غشيتي في ماده الرياضيات. انا تصدمت في ديك اللحظه هادي، الاب ديالي حتى هو تفاجأ، الام ديالي تفاجأت، الاخوه ديالي كيعرفوني انا ماشي من داك النوع اللي كنلتجأ للغش باش انني ننجح، كيعرفوني راه كنخدم عام كامل ما كنتش كنجلس معاهم غير من الدار للمدرسه، كنجي كنجلس بوحديتي كنقرا، ما يعني تفاجؤوا بزاف، وكاملين الحمد لله لقيت منهم الدعم والاساتذه ديالي كاملين بهم تيقين فيا، المؤسسه كامله تيقه فيا، الطاقم الاداري، الاساتذه، كل شيء. ولكن هادشي اللي عطى الله هادشي اللي كاين.
اول اجراء خديته هو انني مشيت لذاك المركز اللي قلت لكم، مركز قسم امتحانات هنايا في طنجة. عطوني معطيات صافي قليله، قال لك راك مكرره بتهمه الغش. موراها عملت دفعت شكايه في مسار، بقيت كنتسناها، هذيك تعطلت شويه. طلعنا للاكاديميه اللي كاينه في تطوان، طلعنا واحد الشكايه مكتوبه يدويا، عطيناها لواحد المسؤول كاين تما زعما على اساس انه يعطيها للمدير ديال الاكاديميه. المهم بقينا كنتسناو المدير، ما كانش تما داك النهار هذاك. من بعد الشكايه اللي في مصر هي اللي كانت الامل الوحيد اللي بقات لي. مني كتخرج جاوبوني بان النقطه المحصله عليها نتيجه عن وضعيه غش اثناء التصحيح. بالنسبه للنقطه ديال المراقبه المستمره كانت عندي 18.28 في الدوره الاولى. الدوره الثانيه كانوا شي مشاكل في المؤسسه، ومهم كان التاثير شويه، حصلت على معدل 17.17. الامتحان الجهوي عندي 15.20. بالنسبه للامتحان الوطني، امتحان الوطني نقاط كانوا مزيانين حتى هما، كان عندي 13.5، عندي 14، يعني كانوا نقاط ماشي كما كنت كنتوقع، ولكن على العموم كانوا نقاط مزيانين. دابا تنشيني كطالب، انا كنطالب غير يتعاد النظر في هذه القضيه هذه، لان فعلا والله العظيم الا واقع مرير. فاش كتشوف راسك خدمتي 12 سنه وانت كتخدم باش تحصل على هذا الاستحقاق الوطني، وفي الاخر غادي تتهمك بواحد الحاجه اللي نتينا طيله حياتك كترفضها اللي هي الغش. بغيت غير يعاودوا لي الورقه ديالي بتصحيح، لان الورقه ديالي لو تعادت بتصحيح غادي ناخذ الحق ديالي، اللي متاكده مليون في المية. المصحح وقع غلط، ما قلنا حتى شي عيب. المنظومه كامله ارتكبت خطا، والاخطاء انواع، لكن هذا خطا قاتل، انه غادي يدمر المسار التعليمي ديال واحد الشابه اللي 12 سنه وهي كتخدم، و12 سنه انا مشيت هذا العام عاد وليت متفوقه، انا حياتي كامله كنطلع بدي بون نوط، ولو ان الرتراباج حتى هو ظلم في حقي، لانني ما خدمتش هادشي كامل، في الاخر نمشي نعمل دوره استدراكيه، ولكن اوموا غادي يكون غادي يخفف الضرر شويه. يعني اللهم الرتراباج، ولا انه يخليوني نعاود عام كامل بشي حاجه اللي انا ما عندي حتى شي علاقه بها. المصححين بعد انا كان فاش يجي مثلا شي واحد يتعطلو مسؤوليه فحال هذه انه يصحح ورق الاوراق، ما كتبان لك انت ورقه عاديه، ولكن راه داك التلميذ كتبان له مستقبل مصير ديالو، هذاك اللي كنت انت كتلعب به كما بغيتي، راه ماشي تجيب ستيلو حمار تقول لك لا راه هذا غش او ما غشي. انه كنت غشيت راه كان غادي تكتب بيا ما حضرت الغش اثناء الحراسه، ماشي حتى تجي الورقه اللي عندك بين يدك باش تقولي انا هادو اجوبه كيطابقوا التسريبات او ما كيطابقوش التسريبات. راه هذا عقل بشري، هذا ما يمكنش انت تقول لي هذا التسريبات وهذا جواب صحيح. هذه الرياضيات ماشي ماده ادبيه باش غتحكم عليا، انا نقلت غير من الورقه فريمون هضرها لعابات، باش انك تحكم على واحد التلميذ غش غير من الورقه ديالو، راه ماشي شي حاجه منطقيه نهائيا. طبعا الاساتذه كاملين كانوا كيسولوني شحال جبتي، ماشي واش نجحتي، ما عمرهم سولوني واش نجحتي، يسولوني غير شحال جبتي، يعني سميره شحال جبتي، واش جبتي زعما الميزه ديالك واش كذا. اما النقطه زعما واش نجحتي ولا لا، هذا سؤال ما كانش كيتطرح عليا نهائيا، لانه كان شي حاجه مضمونه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.